صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. البدايه باخبار الانديه على مستوى كره القدم في تونس. الجديد على مستوى النادي الافريقي، طبعا وضعيه اداريه جديده وكذلك وضعيه ماليه من خلال مستشار جديد للنادي الافريقي منتظر الاعلان عنه رسميا في الساعات القليله القادمه. هيئه الحكماء للنادي الافريقي اجتمعت البارح بعد عدم ورود ترشحات لرئاسه الفريق في الفتره النيابيه القادمه، وبالتالي وقع تأجيل الجلسة العامة الانتخابية إلى موعد لاحق. تقرر البارح في اجتماع هيئة الحكماء للنادي الإفريقي تنصيب هيئة تسييرية جديدة تشرف على تسيير دواليب الأمور الإدارية للنادي في الفترة القادمة برئاسة السيد هيكل دخيل، اللي يتحدث البارح في فيديو الموقع الرسمي للنادي الإفريقي لكل أحباء النادي الإفريقي حتى يفسر فيه الوضعية الجديدة الإدارية والمالية والفنية لفريق النادي الإفريقي. نسمع السيد هيكل دخيل رئيس النادي الإفريقي شنو قال البارح. الوضعية الحالية للنادي الإفريقي، واليوم أنا مني موجود ومستعد حتى للمحاسبة. في الفترة اللي تعديت هيكلة النادي كانت نجم نقول لكم شبه مستحيل، ما تنجمش تحكي على هيكلة في النادي وانت عندك ديون متراكمة وعندك قضايا وعندك أحكام وعندك عدول منفذة الدولة على الحديقة، عندك عقل في على الكونت بتاعنا، عنا ناس يسالونا فلوس، عنا ظروف صعيبة مالية كبيرة ياسر، ما نجموش نتحدثوا على هيكلة. خلاص ديون كان تذكروا الناس الكل بدأ في 2020 أيامات اللطخات، الأيامات الحلوة هذيك المزيانة برشا اللي الناس وقفت على جمعيتها بالحق وكنا موديل في العالم يتحدث علينا. من 2020 تمكننا حقيقة معناها من خلاص جزء كبير ومهم ياسر من الديون اللي كانت عنا اللي هي كبيرة برشا. رغم هذا الكل حجم الديون مازال موجود في النادي الإفريقي وحجم الديون كبير، فلذا واجب علينا القضاء عليه نهائيا باش نجمو نقدمو بالنادي متاعنا على احسن وجه. كنا على قناعه تامه انه يلزم نلقاو حل جذري للديون هذه المتراكمه للجمعيه اللي ما خلتناش لا نقدمو لا على المستوى الرياضي لا على المستوى الاداري، ما نجمنا نقدمو في حد شيء. كانت عائق كبير لنا نحن، يزينا من عقل، يزينا من مشاكل مالية، يزينا من أزمات، يزينا من كل واحد يحط في الكرة الداخل. الأوبجيكتيف هذا نجم نقول لكم أتا بارابور نو. الحمد لله اليوم جماهيرنا العزيزة تمكننا من إبرام عقد شراكة جديد، إن شاء الله باش يمكننا باش نخرجوا من هالكابوس هذايا وهكاكا نخدموا في ظروف أحسن، إن شاء الله نخلطوا الأوبجيكتيف نتاعنا إداريا ماليا ورياضيا. هذا طبعا أهم ما جاء في تصريح البارح كما قلت على موقع الرسمي للنادي الإفريقي لرئيس الهيئة التسييرية السيد هيكل دخيل. نعطيكم تركيبة الهيئة التسييرية الجديدة للنادي الإفريقي. إلى جانب السيد هيكل دخيل سيكون السيد حامد مبارك كنائب رئيس، محمد أيمن شبك كاتب عام، حسن بن فرحات أمين مال، سامي القاضي ومصطفى نابوليتان كعضوين في الهيئة التسييرية الجديدة للنادي الإفريقي. نذكر وأنه 11 فريق إلى حد الآن وقع نشر أسمائهم من قبل الفيفا من البطولة التونسية ومن كرة القدم التونسية ممنوعين من الانتدابات في الفترة القادمة. ونذكر وأنه الاتحاد الإفريقي صارم على مستوى المشاركات وتسجيل اللاعبين في الفترة القادمة بخصوص خلاص خاصة المستحقات المالية اللي يتخبط فيها أكثر من نادي تونسي، وإن شاء الله أكيد النوادي التونسية على غير الملعب التونسي المعني بكأس الاتحاد الإفريقي يلقى الحلول الكفيلة لخلاص ديونه حتى يكون جاهز للمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي. أيضا النادي الرياضي الصفاقسي المعني بكأس الاتحاد الإفريقي، الفريق البارح تعاقد مع محمد سليم بن عثمان رسميا كمدير رياضي جديد للفترة القادمة وللمشروع الرياضي الجديد أيضا اللي ينتظر النادي الرياضي الصفاقسي وجماهير النادي الرياضي الصفاقسي في الفترة القادمة. أيضا وقع التعاقد مع المعدل البدني البرتغالي ميغيل أوليفيرا مع النادي الرياضي الصفاقسي البارح في انتظار وصول الإطار الفني المدرب البرتغالي وبقية الإطار الفني يوم الغد الخميس.
بين العقوبات وأكيد الخطايا وخلاص الديون والنية في الترفيع في عدد اللاعبين الأجانب المنتدبين لكل فريق ضمن بطولة الرابطة المحترفة الأولى في انتظار الإعلان الرسمي من الجامعة التونسية لكرة القدم إمكانية تنقيح القانون بالسماح بانتداب 10 لاعبين أجانب وتشريك 8 لاعبين على مستوى المباريات. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم البارح في أول مجلة خاصة به بالنسبة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم انشر قائمات أفضل اللاعبين وحراس المرمى بالنسبة للمسابقتين القاريتين اللي همنا، وأنه مميش حارس الترجي الرياضي التونسي والمنتخب الوطني التونسي كان ضمن قائمة أفضل حراس مرمى إلى جانب مصطفى شوبير حارس الأهلي المصري وويليامز حارس سان داونز الجنوب إفريقي. أيضا كان في قائمة أفضل اللاعبين الشبان الصاعدين وكذلك ياسين مرياح على مستوى خط الدفاع بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، وحمزة المثلوثي اللاعب المتألق مع الزمالك المصري أيضا كان في قائمة أفضل اللاعبين بالنسبة لمسابقة الكونفدرالية الإفريقية. في المقابل أعلن الاتحاد الإفريقي عن إجراء القرعة الخاصة بتصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا للأمم التي ستدور فعاليتها بالمغرب من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 جانفي 2026 يوم 4 أوت. المنتخب الوطني التونسي سيكون ضمن المستوى الأول إلى جانب منتخبات المغرب، مصر، السنغال، الكوت ديفوار، نيجيريا، الجزائر، الكاميرون، مالي، جنوب إفريقيا، الكونغو الديمقراطية وغانا. من كرة القدم اللي باش نختم بخبر يخص نادي البنزرتي الذي تعاقد رسميا البارح مع عماد بن يونس كمدرب جديد خلفا للمدرب ماهر الكنزاري الذي يبدو أنه في اتصالات متقدمة مع الملعب التونسي في الفترة القادمة. إلى كرة المضرب التنس، بطولة ويمبلدون، التونسي أنس جابر في الدور الثاني بعد الفوز على اليابانية مويوكا أوشوجيما بمجموعتين مقابل صفر تفاصيلها 6-3 6-1، وستواجه في الدور الثاني الأمريكية روبن مونتيغومري المصنفة 161 عالميا. المواجهة ستكون يوم الغد الخميس انطلاقا من الساعة 11 صباحا. أخبار كرة القدم في العالم، كأس أوروبا للأمم بألمانيا، برنامج الدور ربع النهائي نهار الجمعة 5 جويلية 5 متاع العشية إسبانيا ألمانيا، 8 متاع الليل البرتغال فرنسا، ويوم السبت 6 جويلية في الخامسة أنجلترا سويسرا، وفي الثامنة مساء هولندا تواجه تركيا. هولندا بعد الفوز البارح على رومانيا 3-0، والنمسا انهزمت أمام المنتخب التركي بهدفين مقابل هدف وحيد. في الكوبا أمريكا البارح البرازيل تعادلت مع كولومبيا في المجموعة الرابعة هدف مقابل هدف، وكوستاريكا فازت على الباراغواي بهدفين مقابل هدف وحيد. هذا ما يعطينا برنامج دور ربع نهائي نحو التالي بالنسبة لكوبا أمريكا. نهار الجمعة ماضي ساعتين متاع الصباح الأرجنتين الإكواتور، نهار السبت في الثانية صباحا أيضا فنزويلا كندا، وفي الحادي عشر مساء بتوقيت تونس منتخب الأوروغواي يواجه البرازيل، ويوم الأحد 7 جويلية في الثانية صباحا بتوقيت تونس كولومبيا تواجه بنما. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.